يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فلوج جديد اخيرا. بصراحة ما كانش في بالي ان انا اصور فلوج، بس انا النهاردة نازلة، فقلت واي نوت ان انا اخدكم معايا حبايب قلبي، بدل ما انتوا قاعدين في البيت لوحدكم. فيلا تقوموا تنزلوا معايا. الساعة دلوقتي 7:30 الصبح، بجيب اليوم من اوله بدري قوي الصراحة. مش قلت في الدراسة هعمل ايه؟ عندي بقى كمية رغي عن أحداث حصلت الفترة اللي فاتت مش طبيعية. بس خليني الأول أقوم أجهز حاجة ديالة وأنزلها النيرسري، وبعد كده بقى أقول لكم أنا رايحة فين وإيه اللي حصل الأيام اللي فاتت والتفاصيل دي كلها. تمام، أنا غسلت وشي واتوضيت وصليت وهننطلق. بس ننزل الديدي، اهم حاجة ننزل الديدي، لان الديدي تفاصيلها كتير الصبح. فاشوفكم كمان شوية. طبعا نزلت من غير ما اصور لكم الاوتفيت، ف ده كده الاوتفيت. انا مش عارفة تكونوا شايفينه والله ولا لا، بس هي ست كده تو بيسز، جبت منها 4 الوان. بص انا لما بحب حاجة بجيب منها الوان، ده اللون الزيتي منها، شكله كيوت وخطير الصراحة وخفيفة عشان الحر، وده اهم حاجة. اوكي، يخرب بيت الدوشة اللي احنا عايشين فيها. اوكي حبايبي، خلاص وصلنا الديدي وطلعنا جهزنا ولبسنا الراديو. بتفرج او بسمع، بتفرج ايه، بسمع الصبح برنامج حلو قوي على نجوم اف ام، الصراحة بحب اسمعهم قوي الصبح. المهم وصلنا خلاص ديدي النيرسري، ولبست كده على السريع لان احنا مفيش ميك اب هنحطه ولا اي حاجه، لاني انا رايحه اعمل تنظيف بشره عند كوكي، وده مش اعلان ولا اي حاجه زي ما كنت بصور لكم قبل كده، لا هو انا حرفيا محتاجه ده. الفتره الاخيره كنت بجرب برودكتس كتير، والحمد لله ما حصلليش اي حاجه من اي برودكتس انا جربتها الا البرودكت اللي انا اشتريته. فاكرين الفلوج اللي فات اللي هو من عند مويست، وانا عايز شغل التكييف بس خايفه الهواء يبقى سخيف في الكاميرا. خليني اجيب الكاميرا كده عشان الهواء ما يبقاش سخيف فيها. المهم الغسول والتونر بتوع مويست وان اللي انا جبتهم معاكم الفلوج اللي فات، يا لهوي بهدلولي وشي حبوب. انا عايزاكم تقربوا كده، بصوا بصوا يا جماعه، انا طلع لي حبوب في حواجبي. انا عمرها ما حصلت في حياتي، وحرفيا ما استخدمتوش كتير، انا استخدمته 3 ايام. اول ما لقيت طلع لي فسفيس صغيره كده فرحت على طول موقفه، بس طبعا تاثيره كان لسه موجود، وفرحت الحبوب بقى ايه طلعت من مكانها. فما فيش حد ينقذني في الحوار ده غير كوكي الصراحه، هي شاطره ما شاء الله عليها، وهي اللي هتعرف تعالج لي الكلام ده. فكلمتها من 4 ايام وخدت ميعاد النهارده الخميس، والمفروض ان انا ميعادي معاها الساعه 10، وساعه دلوقتي تقريبا 9:30. فيلا خلينا ننطلق، انا ما بشيلش هم قد المشوار. هي في الشيخ زايد، او انا علاقتي بالشيخ زايد مقطوعه يعني، مين ما بروحش الشيخ زايد كتير، انا حياتي كلها في التجمع، بس من اجل الموضوع ده نروح. والصراحه كوكي وحشتني يعني، كان بقالي كتير قوي ما شفتهاش. فيلا خلينا ننطلق. عايزه بس اما اروح اوصل عندها، جنبها مول، عايز بقى اجيب منه قهوه واجيب منه فطار، لاني انا لسه ما فطرتش ومش هينفع ابدا تنظيف البشره من غير فطار. ايه اللي حصل بقى الفتره اللي فاتت؟ فدي ليله كبيره ممكن نبقى نتكلم فيها اما ارجع. بس نقلت فهد من المدرسه بتاعته، يعني هديكوا كده التفصيله صغننه، هي اني نقلت فهد من المدرسه بتاعته، وده اللي كان مخليني مسحوله الايام اللي فاتت. كان لازم انقله من المدرسه، ما عنديش تفاصيل كتير بس خلينا نتكلم فيها بعدين، عايزه دلوقتي الحق انطلق. فيلا خلينا نحط اللوكيشن ونتوكل على الله. فاينلي وصلت، الطريق خد ساعة الا ربع من المعادي لغاية هنا، ساعة الا ربع. حاسة اني عايزة اعيط، عايزة بس انزل المول الاول، فخليني اركن وانزل المول اجيب فطار ليا. كوكي كده كده مش هتفطر، فانا بس اللي هفطر، هجيب لها قهوة واجيب ليا فطار. ايه حلو جدا، في مترو، في سوبر ماركت مترو هنا، فهطلع اجيب منه ساندوتش ولا حاجة. شوف بقى نجيب القهوة منين. حمزة اسمعي الكلام، نشوف الاكستنشن بتاع الساندويتشز،
بحب جو الصبح قوي، الناس كلها بتبقى نايمة. اخيرا كوكي طلعت معايا في فيديو، دايما ما بتطلعش حبيبي. شايفين؟ بص يا جماعه الحلاوه، بصوا كان غايب عنكم الحلاوه الاول. انا مش عايزه احسدها والله، بس اللهم بارك اللهم بارك. بصوا بشرتها والله اللهم بارك. مش عايزه اقولك من بدري، بس لفت نظري الجلو، اللهم بارك. لا ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. اسرار بقى كانت هتطلع في فيديوهات، بس استنوا استنوا، بس اول مره نطلع مع بعض بجد. دايما باجي وهي مش بتبقى بتتصور، خلاص بقى ايه كوكي انطلقت حبيبي. يلا احنا النهارده هنعمل ايه بقى؟ قولي لي. انا مكلماها بقول لها انقذيني من البابلز اللي موجوده في وشي. هنعمل هنشيل بقى كل الكلام ده ونحط تريتمنت. انت متخيله انا طالعه لي حبايه جوه حاجه؟ لا وهنعمل كنترول لان في نسبه زيوت. ها بصي خليني اقول لك حاجه. قولي. الجو اللي احنا فيه السنه دي هو جو مختلف عن كل الناس، حتى الناس اللي بشرتها جافه تلاقي لها حبوب جافه. اوكي يعني جو صعب. جيجي انت امبارح بتقولي هو معقول بشرتي مرتبطه بالتونر اللي انا كنت بستخدمه؟ هو مش مرتبطه، بس هو كان بيمتص كل حاجه بتحصل في الجو ده، الدهون دي يعني بتنزلي كتير. فهو بيلحق، لما بطلتيه ما بقاش في حاجه تلحق. ايوه صح. انا من ساعه فعلا ما بطلت التونر بتاع بيكسي. أيوة. لسه كنت بقول لها والحبوب بقى ما شاء الله انتشرت بكل يعني بالبساطه كده. هي بكل بساطه. بس في بدايل للتونر ده؟ هو مش عايز. طبعا في حاجات كمان احسن منه. هبقى اخد من عندها قبل ما امشي. لا 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 طبعا ماشي. في حاجات، هو بس الفكره ان احنا عايزين دايما البنات اللي بشرتها دهنيه او بشرتها بتطلع حبوب في الجو اللي احنا فيه لحد ما نعدي الصيف الصعب ده، لازم تلحقي بشرتك بحاجه تمتص الدهون، تنظف البشره، تشيل اي حاجه من على المسام، لان اي انسداد المسام هيقعد الوش خصوصا مع درجه الحراره الصعبه. طب والحاجات دي كوكي بتبقى بس بالسكين هير؟ لو تقدر تعمل جلسات طبعا بيكون افضل. لكن لو ما عندهاش الامكانيات هنعمل السكين كير. يعني في منتجات سكين كير تقدر تكنترول وتامن الموضوع ده؟ طبعا السلسلك من اهم الحاجات، يعني اي ماده بقى فيها سائل ببلاش ببلاش، ركزوا سيفوا حسب هي بقى والبادجت بتاعتها تجيبه. طبعا كل ما بنعلى كل ما بتبقى نسبه اعلى، فكل ما تبقى تنظيف اعمق واكبر. ونقفل بنياسين اموال. يا جماعه النياسين اموال ما بينضفش مسام، هو بيقفلها بجد. فلو قفل على مسام مش نظيفه اصلا، يعني غسول لما بيبقى فيه نياس يا ماي بيقفل المسام. لا الغسول نسبته ضعيفه، بس السيرم سيرم نياسين اموال مع زينك مثلا، هو بيعمل ايه؟ بيقبض وبيكنترول الدهون، بيكنترول الدهون بس مش بينضف. انا محتاجه اجيب ورقه وقلم واسجل الكلام ده. اوكي. يعني انا دلوقتي عندي تراب ماشي، في فرق ما بين اكنترول الدهون اللي لسه هتطلع واقفل المسام، وبين بقى ان انا انضف اللي موجود اصلا. ما في حاجه موجوده. أيوة. لا ينضفها الساليسيليك اسيد. حلو ده. مش اي حاجه تانيه. معلومه ببلاش سجلوا. انا عايزه اوريكم بس بشرتي الاول قبل ما نبتدي. شايفين الحبوب دي؟ يا لهوي انا مش مصدقه ان ده وشي وطالع لي حبوب هنا جوه حاجبي. لا ان شاء الله نخف. ان شاء الله دلالي جودة ريف وشي. لا ان شاء الله. يلا خلينا نبتدي. اوكي حبايبي فاينلي ام باك. يعني ما عرفتش اصور لكم اي حاجه لاني انا بجد كنت بستمتع النهارده، معلش. يعني انا اكتشفت ان انا كل مره كنت بروح عند كوكي انا ما كنتش بستمتع، لاني كنت بهتم ان انا اصور لكم كل تفصيله صغيره انا بعملها. بس النهارده بجد انا استمتعت استمتاع مش طبيعي بجد. يعني انا كل مره بروح المفروض بعمل سكين كير والموضوع بيبقى ريلاكسنج، بس مش زي المره دي. المره دي ما كنتش مهتمه خالص اني اصور، فكنت قاعده بقى بنبسط قد ايه. السيشن النهارده كانت خطيره. وبصوا اللمعه اللي في بشرتي بغض النظر طبعا عن الحاجات دي، لان دي الحبوب دي اتنضفت وتعقمت واتظبطت، بس بصوا اللمعه اللي في وشي. بصوا يا خرابي على الجمال. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بشرتي بتلقلق من النظافه والحلاوه والجلو. المفروض بقى ان هي مدياني البرودكتس دي بتاعت سكين كير. هي رشحت لي المرطب ده، انا جبته من الصيدليه، قالت لي ده هيبقى حلو جدا معاكي، وادتني التونر ده عشان استخدمه. هو مكتوب عليه رايس تونر، وادتني الغسول ده. الحاجات بقى اللي هي الافتر كير بعد الجلسه اللي احنا عملناها، وخدت كمان السيرم ده عشان احاول ارجع بشرتي. انا ما شاء الله ما كانش حد بيشوف بشرتي لما يقول لي قد ايه بشرتك حلوه جميله ما شاء الله ناعمه نظيفه. الغسول بتاع مويست وان الله يحرقه هو اللي عمل فيا الكارثه دي.
فما بصوا انا مش هقدر اقول لكم لا ما تاخدوش ريسك، اقول لكم انتوا ما تاخدوش ريسك وتجربوا اي حاجه، لكن انا دي شغلانتي، ده دوري ان انا اجيب حاجات واجربها لكم. فدي النتيجه، دي نتيجه ان انا بجيب لكم برودكت واجربها لكم عشان اديكم ريفيوز عنها. دي النتيجه ان انا باذي وشي، انا قيسوا بقى على كده كل حاجه، حتى الميك اب كل حاجه مجربها عليا. ففي حاجات بتظبط وبتبقى جميله بقول لكم عليها، وفي حاجات بتبهدل الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. وبس حبايبي انا محتاجه بقى اقعد دلوقتي اشرب شاي او اشرب اي حاجه واقعد كده اريح في التكييف، لان انا سايقه ساعه رايح وساعه راجع، يعني مش عايزه اركب العربيه 3 ايام، مش عايزه اسوق 3 ايام بجد والله مش قادره. يعني اسخف ما في الموضوع المشوار، بس طبعا بالنسبه للناس اللي اوريدي بقى في الشيخ زايد او قريبين او في اطار الجيزه الموضوع ده قريب جدا بالنسبه لكم، لكن انا جايه سفر، انا جايه سفر حبايبي. هروح بقى انا اريح واجي لكم بقى كمان شويه او اجي لكم بكره بصراحه مش عارف. سيبوا الفلوج بقى يمشي زي ما يمشي. يا صباح الفل وجمعه مباركه عليكم حبايبي، فلوج يوم الجمعه. بصوا هو مفيش بلانز، يعني انا هاخد الولاد وهننزل نروح لماما. امبارح كانت اخت محمد عندي في البيت، وهم مواعيدهم ليليه اكتر، يعني هم من الناس اللي بيحبوا يسهروا، انا انسان نهاري بحت، يعني عندي فهد ومحمد لو حتى صاحيين الصبح بدري وسهروا عادي ما عندهمش مشكله، لكن انا وديدي لا لا يمكن، احنا ناس ملتزمه جدا بمواعيدنا، نصحى بدري وننام بدري. فهم جم امبارح الساعه 9 بالليل، قعدنا معاهم شويه لغايه تقريبا 10:30 11، بعد كده ديدي ابتدت تزن بقى شويه لان هي خلاص اتاخرت على ميعاد نومها، فرحت واخده ديدي وقلت لهم يا جماعه انا هخش انام ديدي واخرج لكم. انا خرجت من الاوضه الساعه 1:30 بالليل، راحت عليا نومه مع ديدي، فبفتح البيت كده وبخرج بقول لهم ما فين؟ قال لي مشوا. فللاسف اتقلبت ونمت، حتى قلت له طب انت ما صحيتنيش ليه؟ قال لي لا كنت حاسس انك هلكانه وتعبانه فلا عادي نامي. فا اتس اوكي، نمت بقى وشبعت نوم، نمت من 11 صحيت 8، وده بالنسبه لي يعني نمت، يعني كده نمت يعني. فقعدنا كده شويه وفطرنا وعملت سكين كير وحطيت سان سكرين من شويه، والمفروض ان انا هلبس عشان نروح لماما. انا عايزه احط ميك اب بس مش هينفع احط ميك اب، يعني مش هينفع نحط ميك اب ميك اب، فممكن بس ارسم حواجبي، ممكن بس احط ماسكارا، احط روج، مش عايزين نقرب على السكن خالص، مش عايزين نيجي عند الحته دي. نبتدي باول حاجه ان احنا نرسم حواجبنا ونقعد نرغي بقى، نقعد نرغي شويه. قلت لكم امبارح في الفلوج ان انا نقلت فهد من المدرسه بتاعته خلاص الحمد لله، الناس اللي على انستجرام كانوا متابعين معايا الموضوع، بس انا خلاص نقلته من مدرسته لاني حاسه ان هو مش مرتاح نفسيا هناك معاهم يعني، فنقلته من المدرسه. في بنات كتير قوي على الانستجرام استغربوا اول ما قلت انا نقلت فهد من المدرسه، قعدوا يقولوا ليه مش كنتي بتقولي ان المدرسه حلوه، وانا استر عند كلامي، المدرسه تعليميا حلو جدا، لكن الفكره كلها ان هم بيبقوا مركزين قوي في التفاصيل وبيشتكوا فهد كتير جدا، مع ان هم مش قادرين يستوعبوا ان هو طفل عنده 8 سنين، كل اللي عنده 8 سنين كل خبرته في الحياه كلها 8 سنين وبوي، يعني طبيعي يبقى فيه شقاوه. لا كانوا كل حاجه يبعتوا ويشتكوا لدرجه ان هم عملوا له زي فوبيا كده، انه بقى كل يوم وهو راجع من المدرسه يبص في التاسك بوك يشوفهم اشتكوا ولا لا، خلاص الموضوع بقى عنده خوف مش طبيعي ان هم يشتكوا طول الوقت. ابتدوا بقى فاهمين اللي هو كل شويه يبعتوا لي لاسباب يعني ملهاش معنى اساسا يعني، فاللي هو لا يعني المفروض تكونوا انتوا بتعرفوا تهندلوا طالما الموضوع مش كبير، لكن لا كانوا دايما بيقعدوا يشتكوا كتير، فالموضوع ده ابتدى يضغطني نفسيا ويضغط بابا ويضغط فهد اللي هو قبلينا كلنا. فحسيت اني لا اي كانت، لان المفروض ان انا هحط ديالا معايا ان شاء الله في نفس المدرسه، فاي كانت ان انا افضل استحمل اللود ده، فقلت لا خلاص خليني انقله. كمان كنت عايزه انقله في مدرسه قريبه من البيت، والحمد لله خلصت الاجراءات ونقلته وكل حاجه بقت تمام الحمد لله. اجراءات النقل الحمد لله ما طولتش، بس هي بس ايه الاوراق اللي انت ما بتبقيش عارفاها، يعني اما كنت اروح الاداره التعليميه لان فهد في مدرسه ناشونال مش انترناشونال، فاما كنت بروح الاداره التعليميه مثلا كنت تروحي وتقفي طابور وتستني وتلاقي بعد كده حد يقول لك لا اصل ناقص ورقه مش عارفه ايه، فترجعي تجيبيها، محدش بيقول على اوراقه مره واحده، فكان ده الموضوع صعب في الحاجات دي. بس تقريبا خد بالظبط 5 ايام عمل وخلصت كل الاجراءات الحمد لله، وفهد خلاص كده في الاداره التعليميه بقى في المدرسه الجديده. فان في منكم هيقول لي طب ما هو ممكن يتاثر ان هو مش من مدرسته وساب صحابه ومش عارفه ايه، بس للاسف احب ابلغكم وده سبب من الاسباب ان فهد ما كانش عنده صحاب في المدرسه خالص، ما كانش في حد
his best friend غير بنوتة واحدة بس، والبنوتة دي جارتنا سهل ان هو يشوفها، لكن ما كانش عنده صحاب جوه المدرسة خالص، ما كانش عارف يتأقلم معاهم خالص يعني. فا it's okay يعني، كان عنده ناس هو عارفهم بس ما كانش عنده his best friend، فاهمين؟ فلا ما فالموضوع كان هين عليه. واول ما قلت له حتى اتكلمت معاه لقيته مش رافض خالص، بالعكس ما قاليش مثلا ماما صحابي وهيوحشوني، لا خالص خالص، بالعكس هي سو اكسايتد للمدرسه الجديده. حطيت بس كده رسمت حواجبي وحطيت ماسكارا، هحط الليب تنت ده من عند شي جلام اللي اسمه ليب هيز تقريبا، سوفت هيز ليبلر، تمام؟ ده كده بيدي الشفايف تنت ناعم قوي، وفي نفس الوقت شكله كيوت كده، مش باين ان هو اوفر. دي هتحطي طبقه كده، وبعد ما بينشف بيبقى ناعم قوي. اوكي شايفين فهد؟ استنى لازم نوريهم الجلابيه، استنى. وعنده واحده تانية سودة بس احنا نسيناها عند ماما الاسبوع اللي فات وهو نازل يصلي مع جده. اوكي تعالى كده كده، ارجع 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 عشان يشوفوك. هاي تعالي يلا يلا عشان تنسي. هاي سي هاي سي هاي سي هاي. وريهم البنجوين. بنجوين الله. بنجوين you have a penguin. ouch مامي مامي زمل. نروح عند ناني. ناني نروح عند ناني، تيجي قدام الكاميرا وتقعد بقى تتمرقع. فين البنجوين؟ وين؟ اه وشي. نروح عند ناني. كما هير كما هير. او عايزه المشط. اوكي يلا سي داون. بصوا بصوا ما بينشف ده، لسه هينشف تاني عن كده وهيهدى كمان. حبايبي تعالوا نشوفكوا واحنا نازلين. هحضر لها بقى دلوقتي لبسها وصرح لها شعرها والحاجات الحلوه دي. تعالي اب 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 يلا سي باي. هنروح نلبس بقى، هتيجي في عيني دي. باي كيس. نه نه نه. فين حضن ماما؟ اوكي حبايبي خلاص لبست ده الاوتفيت كده، لبست بنطلون جينز ولبست عليه توب اسود طرحه سودا، مبقتش البس تقريبا غير طرحه سودا، ولبست خلاص الولاد. وده الاستاذ فهود، تعالى بعد ما لبس. اوكي وبس هنسرح الشعر. انا مش شايف بس انا شايفه قشطه عادي. وهم شايفين عشان الكاميرا صغنونه. بتاع ده من عند كلاري، كنت جايباه عشاني، المفروض ان هو حمايه من الشمس للشعر، بس ده يعني ايه ما تستخدموش غير في اضيق الحدود. لو انت شعرك اصلا بالزيت فات، شعره جاف جدا ما فيهوش اي لمعه، فبستخدمه له بس يديله كده شاين في شعره. بس انا لما جيت حطيته على شعري لزق لي شعري خالص، فهو ينفع مع البحر والحاجات دي، لكن غير كده نو مش هيبقى احسن حاجه يعني، بيزيت الشعر. لكن فات شعره جاف قوي فبيظبط معاه قوي الاسبراي. انا عايزه اوريكم لمعه ايديا. بصوا بصوا ايدي بتلمع زيت، في كده زيت. ده الاوتفيت بتاع ديالا بتاع عيد ميلادها لو تفتكروا، لبستها السلسله بتاعتي. يلا يلا ليتس جو. جو نار يعني، عارفين جسمي بيجيب ميه. استخبيت امبارح ونسيت احط اللي هو البتاع ده اللي بتحط على الازاز. الكراسي نار يعني، الكراسي مولعه حرفيا. كمان عشان من بعد ما عملت الفرش اسود بقت بتشد حراره بشكل مش طبيعي، بس الصراحه الفرش الاولاني كان مبهدل جدا من العيني. وبس كده يلا خلينا ننطلق. مستنيه بس العربيه دي، مش محتاجه انها تسخن خلاص، هي العربيه بقت تمام جاهزه دلوقتي. فيلا خلينا ننطلق على ماما. ايه اللي حصل كده يعني؟ كده بوظي لي يعني حاجتي كده؟ ايه اللي حصل؟ معلش يلا يلا
يلا احنا اليوم النهارده مش بتاعنا، اليوم النهارده مش بتاعنا، مش عارفه في ايه. يلا يلا مش هنستنى العربيه حتى تسخن، مش هنستنى، احنا نمشي على طول، مش هنستنى مش هنستنى. ايه اللي حصل اصلا لكل ده؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ ايه اللي حصل؟ صباح الخير يا جماعه، صباح الخير. طبعا انا يعني مدياكوا طاقه سلبيه على الصبح، بس الديدي قايمه مش احسن حاجه. ثواني بس عدي، عشان يعني حضرتك عربيتك قد التهمه وراكنها لنا في وسط الشارع. مهم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا بتقالي ايه اخر حاجه شفتوها في الفلوج ده؟ اما قلت لكم راح الماما وقلت يلا توكلنا على الله، بس دي اخر مره شفتوني فيها. بس والله يا جماعه انا مش عارفه في ايه، يعني بروح عند ماما بنقعد بقى نرغي انا وبابا، ما بطلش رغي انا وابويا. عارفين اللي البنات اللي كانوا بنقعد نرغي انا وامي، انا بقعد ارغي انا وابويا رغي. اما بروح عند ابويا في البيت بقعد ارغي مع ابويا كتير، اما امي بتيجي عندي برغي مع امي كتير، عارفين كده. بس طالما في البيت عند ابويا، ماما يا حبيبتي بتبقى واقفه في المطبخ عماله تعمل لنا كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا، وهو بقى اللي بيبقى قاعد معايا، فاحنا ما بنبطلش رغي. فمش بس الصراحه برضو ايه يعني عشان البرايفسي بتاعتهم، يعني برضو مش بحب اصور لهم هناك في البيت، يعني ميبي هم يكونوا مش مبسوطين بحاجه زي كده يعني. anyways وحشتوني يا اولاد. النهارده الحد، اه على يوم الحد ده، النهارده الحد، شكلي عامل كده ليه؟ رايح اوصل اهو الاستاذه ديدي الحضانه، ومن ساعه ما صحيت الصبح وهي عندها طاقه نكد مش طبيعيه. يعني استنى افتح التكييف بس شويه. طاقه النكد عندها مش طبيعيه، عماله تعيط. وهو عادي الاطفال يوم يناموا حلوين ويصحوا زي الفل، ويوم تاني يصحوا نكد الدنيا كله يعني. فهي النهارده نكد بقى الدنيا كله جايباه، ولما حطاه يوم في يوم الحد يعني. احنا لسه بدايه اسبوع وبنقول يا هادي وبسم الله الرحمن الرحيم، ليه كده؟ ليه كده؟ فايت اوكي. بصوا هي بتعيط لي، انا اقول لكم هي بتعيط لي، بتعيط بشكل هستيري كده ليه؟ هي عندها بينجوين صغير، تمام؟ مش عايزين نعلي صوتنا ونقول بينجوين عشان ما تفتكرش، بس هي عندها بينجوين كده صغير، تمام؟ باباها كان جايبه لها معاه من السعوديه، هي بتحبه قوي. فامبارح صممت ان هي تحميه معاها في البانيو، تمام؟ يا ديدي نو، يا ديدي ما ينفعش، ودي دماغها الف سيف، انا هحمي البنجوين معاه. عايش ما عنديش مشكله. استنى يا عم غرقتنا ميه، العربيه لسه مغسوله. المهم صممت وخدت البنجوين وحمته معاها، طبعا شرب كميه ميه مش طبيعيه، تمام؟ الصبح ما نشفش، لغايه الصبح حضرته يعني مليان ميه. دخلت الحمام، تمام؟ انا كنت حاطاه على البانيو يتصفى. دخلت الحمام وجايباه وجايه لي بيه مبلول، وايه عايزه تاخده معاها. ردوا انتوا يعني، ردوا انتوا، انا كأم اعمل ايه؟ انا اروح فين؟ فقلت نو، قلت نو يا ديدي اتس ويت. ده كل اللي انا قلته، ده كل اللي انا نطقته من بقي وقلته تقريبا نفس الجمله لما سمعتها عيطت. بس انا غلطانه، احكموا ما بيننا، احكموا ما بيننا. مبلوق لازم، كنا لازم نحميه يعني. هي متعوده لما بتنزل تروح النيرسري لازم يكون معاها توي في ايديها، هي متعوده، بس الفيل بتاعها موجود هناك. بس يعني دي المشكله البسيطه اللي بيني وبينها الصبح. يعني هي دماغها عناديه، وطبعا هي طالعالي يعني، مش طالعه لحد والله، هي طالعالي حرفيا. انا شخص دماغه جزمه وعنادي، وهي طالعه زي يعني، حتى لو في الغلط محدش ماشي كلامه عليا، عارفين كده. بس فايت اوكي، هنكمل مع بعض الفلوج النهارده. مش عارفه الصراحه، ممكن يكون عندنا اي بلانز او اي حاجه في الحياه تتعمل، بس اتس اوكي، كملوا معايا الفلوج خلاص، احنا بدأناه، مش هقدر اقفله، انا مش هقدر اقفله الا لما اعمل لكم ليه شير. فيلا خلاص احنا داخلين على الحضانه اهو، بعد كده هروح اجيب قهوه واروح اجيب عيش اللي هو البني ده بتاع الدايت، وبعد كده اروح على البيت نفطر وبس كده. صباح الفل، شغلتكم بمشاكلنا على الصبح. اوكي حبايبي خلاص وصلنا الديدي، ورايحين دلوقتي نجيب القهوه والعيش. بما ان طريقنا طويل لغايه الراجل او الكافيه بتاع القهوه والراجل بتاع الفرن بتاع العيش، فممكن نتكلم النهارده في توبيك، يعني بنبسط قوي بيبقى في توبيك نتكلم فيه في الفلوج. وهو التوبيك اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه هو عن الحسد. تن 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 درتش.
انتوا الحسد مسيطر على حياتكم ولا لا؟ مش الحسد كمان، هس الحسد، يعني الخوف من الحسد من الحاجات اللي موترالك حياتك مخلياكي مش عايشة، ولا انت من الناس اللي سايباها على ربنا وبتعملي اللي ربنا قال عليه وبس وسايباها على الله، مش قاعدة مركزة قوي انك تكوني اتحسدتي؟ تمام، هو ده التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه النهار. ايه اللي خلاني افتح السيتويشن دي؟ وهي اني انا من فترة كده كنت نازله الصبح رايحه اودي عربيتي تتغسل، تمام، فما وديتها تتغسل، الراجل كان المكان اللي انا وديتها تتغسل فيه دي مغسله جديده اول مره اغسل فيها، في العادي محمد هو اللي بيودي لي العربيه تتغسل يعني. المهم دي كانت مغسله جديده وغسلتها وانا قاعده مستنيه العربيه تتغسل، خلاص انت عايز تعدي يا سيدي عادي، تقرفناش معاك عادي ما تقرفناش معاك على الصبح. اقسم بالله انا بكره البلطجيه اللي بيسوقوا دول، يعني اللي هو مستعجل، انت مستعجل على ايه؟ أم في الاخر احنا الاثنين اتقابلنا عند المطب، ايه العبط اللي احنا فيه ده؟ المهم بصوا بقى، فبعد كده بعد ما وديت العربيه تتغسل رحت قعدت في كافيه، فالكافيه كانت المسافه ما بينه وبين مكان الغسيل بعيده، فانا كنت طالعه في ستوري فعماله اقول هتمشاها يعني مسافه طويله بس الجو حر ومش عارفه ايه والمفروض ان انا هرجع المسافه دي تاني والكلام ده كله. المهم انا مش فاكره ساعتها محمد اللي شاف الستوري ولا هم كلمني وبتاع، قلت له مسافه بعيده الصراحه مش فاكره. المهم ايه، فمحمد كان في مشوار، كان في مدرسه فهد، فكان في مشوار فقال لي خلاص انا هعدي عليكي اوديكي لغايه المغسله تاخدي عربيتك بدل ما تمشي في الشارع، وكان اليوم ده الدنيا حر جدا. المهم انا عملت ستوري وحطيت فيها محمد وقلت ايه جه عشان يوصلني، وبعد كده رحت خدت العربيه عادي جدا من المغسله ورحت بيها لغايه البيت. وانس وصلت عند البيت ركنت وطلعت افتكرت ان انا نسيت حاجة في العربية فرجعت تاني اخدها، بدور العربية، العربية مش عايزة تدور خالص، فاهمين؟ خالص، ولا حتى تعمل صوت العربية، بص كده صمت كأنها حتة حديدة وبس. المهم ها جبنا ميكانيكي ومش عارفة، بجد اليوم كان طويل جدا العربية مش عايزة تقوم خالص، فاضطريت ان انا اجيب ونش واخدها اوديها التوكيل عشان يشوفوا بقى ايه المشكلة او هي فيها ايه وبس. واما شيرت بقى عملت الشير بقى لكل التفاصيل دي كلها واتشالت على الونش وشايفينها وهي رايحة على الونش، كان اغلب البنات بيتكلموا عن حاجة واحدة، دعاء انتي اتحسدتي، اتحسد ايه الرسائل كلها، انتي اتحسدتي 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 اتحسدتي. فوقفت لحظة كده، انا ممكن اكون اتحسدت على ايه بالعقل كده؟ انا شخص عقلاني جدا ملوش علاقة قوي بالحاجات الايموشنال دي، اللي الحاجات اللي ليها علاقة بالاحاسيس والمشاعر، انا شخص واحد زائد واحد بيساوي اتنين، انا كده سبحان الله، انا ربنا خلقني كده. فتعالوا نجيب الموضوع من الاول، نجيبه مني ان جوزي جالي مثلا، فدي بالنسبة لكم اللي هو واو جوزها جالها، طب ما ده العادي، طب ما ده العادي. ساعتها حتى انا عملت شير وقلت يا جماعه ده الطبيعي، ده مهام الراجل لما تكون مراته في حاجه هو قريب منها وفي مشوار وعايزه حاجه هيخدمها فيه، يعني حتى ينفع راجل يحسد راجل على ان مراته بتغسل مواعين او بتطبخ له في البيت؟ اكيد لا، اكيد لا. فهو الموضوع كله ان ده شيء طبيعي، ده حاجه طبيعيه جدا من مهام الراجل، فدي حاجه انا ما اتحسدش عليها، يعني المفروض ان ده شيء طبيعي. بس احنا للاسف بقينا نظام ايه الطبيعي، بقينا بنستغربه عشان بقى اللي مش طبيعي كتير، بس دي مهام الراجل الطبيعيه جدا ان مراته ما تكون في مشوار ويحصل لها حاجه او تبقى عايزاه يوصلها حته، طبيعي ان يوصلها، ما فيهاش حاجه غريبه يعني. تمام، الناحيه الثانيه بقى اتحسدتي عشان العربيه نفسها، في عربيه اساسا يعني، فجت في العربيه بقى ان العربيه عطلت. طب ما نقولش ليه ان الراجل بتاع المغسله بالعقل كده ضرب ميه جامد في مكان في الكهرباء بتاعه العربيه فالكهرباء فصلت، ودي حاجه بتحصل لاغلب الناس اللي بيودوا عربيتهم تتغسل في مغسله، ده اللي بيحصل ان لو الراجل مش فاهم كويس بيغرق الكهرباء بتاعه العربيه ميه، واغلب الناس بيحصل لهم كده ان هم عربيتهم بتعطل، اهو واحد زائد واحد بيساوي اتنين. فلا، هو الموضوع مش حسد، وانا ما فكرتش في حسد، بس كان الاغلب شايف كده، شايف انك اقعدوا الحسدوكي، فمش عارف ايه يا عم في ايه، كنت هتشيل عربيه الله يخرب بيتك.
مهم. فانا من الناس اللي الحسد مذكور في القران، احنا مش هننكر حاجه زي كده، بس بلاش يبقى مسيطر على حياتنا اللي هو ايه. عيل راح فرح لابس حلو جدا، الناس شافوا قالوا له الله ده جميل، جاله تاني يوم برد فقالوا لك اتحسد. لا، ما هو ممكن يكون لقط فيروس البرد من اي حد موجود في الفرح، فاهمين؟ ما هو البرد فيروس على فكره، تمام؟ فدي الفكره. فهل انتوا بقى من الناس اللي فكره الحسد مخلياكوا ولا بتعرفوا تلبسوا ولا بتعرفوا تخرجوا ولا بتعرفوا تروحوا ولا بتعرفوا تيجوا عشان ده ما يشوفنيش؟ انتوا تعرفوا ان في ناس بجد حتى بيلبسوا لبس مش حلو عشان ما يتحسدوش، تبقى واحده عندها ذهب وما تلبسوش عشان ما تتحسدش. انتوا انا بس عايزاكم تتخيلوا احنا الموضوع رايح فين، مع ان ربنا اداكي الكبسوله، يعني مش بيقولك لكل داء دواء. انت بقى ربنا فراح مديكي الحسد، ربنا ما بيديش حاجه على فكره لما بيدي قصادها علاجها، فهو اداكي الحسد واداكي حاجه تانية، قال لك خدي التحصين، حصني نفسك انت وبيتك واولادك. انا يعني مش هقول لكم كل يوم، بس بين يوم والتاني بحصن ولادي، يعني بقعد اقول تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير، وبقرا آية الكرسي على الولاد. ده التحصين، ده اللي ربنا قالك عليه. وقاعد بقى انت واحده بتحطي كل ما تملكي في ودائع الرحمن، هل هيجي الحسد يكون اقوى من ده؟ لا، انا مش مقتنعه الصراحه، ودايما مقتنعه ان اي حاجه بتحصل لك في الكون لا يمكن ما يكونش ربنا رايدها. يعني ما تقوليش لا اصل الحسد قوي وان الحسد ممكن يدخل الانسان، انا ماشي ما عنديش مشكله الكلام ده كله، بس برضو تنفيذا لاراده ربنا. هاتي كل حاجه في الدنيا هي تنفيذا لاراده ربنا، فهي كده كده كانت هتحصل. انا دي قناعتي، عشان كده يمكن ما عنديش الهسهس ده. اللي اعرفوا اقضوا حوائجكم بالكتمان، يعني انا مثلا كدعاء ببلان ان انا اعمل حاجه كمان شهر، خلاص مش هقول عليها غير اما تتم، تمام؟ لكن ما ينفعش مثلا ما كنت بدور على عربيه، يا جماعه انا بدور على عربيه ومش عارفه ايه وعايز اشتري عربيه، لا، اول ما اجيبها اقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، انا جبت يا جماعه عربيه، بس خلاص انتوا في تكست، تمام؟ لكن ما اقولش قبل الحاجه. هو قال لك اقضوا حوائجكم بالكتمان، وده اللي انا بعمله. وانس تم خلاص يا جماعه تمت، واما بنعمه ربك فحدث، برده معناها انك ما تنكرش دايما خير ربنا. في ناس من كتر الحسد تلاقي تقعد تقول لك ده الظروف منيله وحن، طب ما تنكريش خير ربنا، قولي الحمد لله احنا بخير، قولي الحمد لله احنا بخير. انا بجد اعرف ناس بشكل شخصي ما بيقولوش الحمد لله انا بخير دي ابدا ابدا، لو هيموتوا، مع ان الحمد لله هم بخير قوي مقارنه بغيرهم، هم بخير قوي، بس هم يخافوا يقولوا ان هم كويسين لا يتحسدوا. فانتوا بقى ايه، بما اني خلاص وصلت عند الكافيه، احكوا لي انتوا بقى الاكسبيرينس بتاعتكم في موضوع الحسد ده. هل الموضوع مسيطر عليكم لدرجه ان انتوا لا بتخافوا؟ انا عارفه ان في ناس مروا بتجارب وحصلت لهم حاجات فبقوا مهسسين. انا برضو عندي ناس اعرفهم ناس عينيهم مش حلوه، ما بيذكروش اسم الله على الحاجه. يعني انا دايما لما اشوف حاجه، ودايما خليني اقول لكم على النقطه دي، اما تشوفوا حاجه عند غيركم تقولوا اللهم بارك، هتقولي لكن لو هتقولي على نفسك، يعني حتى في سورة الكهف وإن دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هي تخش أي حاجة تخصك، ولادك، بيتك، هتشوف أي حاجة بتاعتك، شفت ولادي لابسين حلو قول ما شاء الله جمال، ما شاء الله مش عارفة إيه، لكن لما تشوف حاجة عند غيرك تقول اللهم بارك، عشان ما شاء الله دي اللي هي كأنك بتقولي إيه، إرادة ربنا، يعني هي إرادة ربنا إن يكون عنده، بس دي أنت كده ما بتحميهوش منك غصب عنك، ممكن تحسديه. وعلى فكرة الحسد ساعات بيبقى غصب عن الإنسان، في واحد غصب عنه ممكن يحسدك، أنت ممكن مرة تقولي الله ابني شكله حلو قوي، تلاقي الولد تعب، الولد وقع جرى له حاجة، أنت ممكن تحسدي ابنك غصب عنك، تمام؟ فأنت المطلوب منك إنك أنت لما تيجي تقولي على حاجة لنفسك تقولي عليها ما شاء الله، بيتك، عربيتك، ولادك، أي حاجة تخصك، لبسك، أي حاجة قولي ما شاء الله، شفتي نفسك شكلك حلو قولي ما شاء الله، لكن اما تشوفي غيرك تقولي اللهم بارك. لكن وجود ناس حسوده فعلا، في ناس ما بتذكرش اسم الله على الحاجه، شوفوا الحاجه تقول لك الله. انا في حد والله العظيم يا جماعه اول ما بيشوفني كده الله مش عارفه ايه، تروح حصل الحاجه فجاه. طبعا بقعد اضحك، يعني ما بقول الحمد لله انها جت على قد كده، بس اتعلمت ان انا لما اشوفه اقعد احصن نفسي واقرا ايه الكرسي وده، عشان
الشخص ده انا عارفه ان هو ما بيذكرش اسم الله، او اقولها له في وشه، قول اللهم بارك، اروح قايله له كده والله ما تحركش، اروح قايله قول اللهم بارك، عشان ببقى عارفه ان الشخص ده يعني عينيه مش احسن حاجه في الدنيا. فانتوا احكوا لي الاكسبيرينس، واحكوا لي الحاجات اللي تعرضتوا فيها للحسد، واحكوا لي هل انتوا بتحصنوا نفسكم واولادكم من حاجات زي كده ولا لا. فابعتوا لي او اكتبوا لي في الكومنت سيكشن وجهة نظركم على الموضوع. بحب اسمع رايكم وبحب قوي اسمع حكاويكم، فاحكوا لي ايه الكلام. يلا هنزل بقى ايه اجيب القهوه وننطلق على الفرن بتاع العيش. اوكي حبايب قلبي خلاص روحنا البيت، خليني اولع النور كده عشان تشوفوني. جبنا القهوه، القهوه بنجيبها من موكا، في كده اسمه موكا، القهوه بتاعته خطيره. احنا كنا الاول بنجيب القهوه اللي هي البينز من ستاربكس، بس دلوقتي خلاص بقينا بنجيبها من موكا. اولا طعمها حلو جدا، يعني اشبه بستاربكس اذا لم يكن احسن، بلس ان السعر بتاعه ارخص بكتير من ستاربكس. ستاربكس ده انا فاكره ان انا اول ما كنت بجيب من عنده القهوه البينز دي كانت بتبقى ب 200 وي، انتوا عارفين دلوقتي وصلت لغايه 400 وي، عارفين كده؟ طب وعلى ايه اصلا مقاطعه وقرف. يلا مع السلامه في 1060 داهيه. وجبت الديدي الكريم بتاع الحفاضه اللي انا فاكرين اللي قلت لكم عليه خلص، فرحت جبته فيه منه كمان حجمه اكبر، يعني اللي انا جبته كان اصغر من كده، ده 200 جرام، فجبت من واحد كمان بجد تحفه جدا. وبس وجبت بقى اللي هو العيش اللي هو الكينو العادي للعيال، والبراون لينا ومحمد، وجبت البتاع ده العيال بيحبوه قوي. استنى، العيال بيحبوا البتاع ده قوي، عارفينه بيحبوا جدا، وسبيشال فهد يعني بيحبوا كده ياخدوا سناك، فجبت لهم علبه فيه بالملح وفيه بالشطه وبتاع والكلام ده كله، فجبت لهم ملح. دلوقتي احنا عايزين نسلق بيض، فيلا بينا. حط ملح عشان البيض ما يلزقش في القشره، وان يوجوال بيلزق. مش عارفه بقى المشكله فين، المشكله في الملح ولا المشكله في البيض ولا المشكله فيا انا، لان انا عندي مشكله فظيعه مع موضوع البيض ده. عارفين البيضه اما تتقشر ويبدا يتشال حتت من البيضه، يعني حتت من اللحم بتاعها، ما بطيقش اشوف البيضه بالشكل ده وما باكلهاش بجد. مش عارفه ليه، مع انها عادي بيضه ومتشال منها حته، بس ان انا اشوفها مش بيضه كده ملسه متقطع منها حتت، بحس ان انا لا مش هاكلها. فدي مشكلتي دايما مع البيض انه بيتقشر في القشره، فيا رب ما يتقشرش النهارده. الاشعال بتاع البوتاجاز بتاعي زي الزفت، باظ، وده بوتاجاز فريش، يعني ما حدش يشتري فريش بجد، مش حلو خالص. فبولع بالبتاعه دي، طبعا هخرج بره الضمان، وانا بالصراحه بزق بيه، يعني بزق بيه على ما اروح ان شاء الله شقتي بقى، نعمل شقتي ان شاء الله، مش عارفه امتى، بس ان شاء الله لما اعمل شقتي هجيب بوتاجاز بلت ان، مش هجيب الحجم ده تاني. بس طبعا بقى عشان يولع كده عذاب النفس والضمير بجد، ان هو وحش قوي، يعني الاشعال الذاتي بتاعه بيعلق، النور بتاعه من جوه باظ، حتى بتيجي تولعيه بالولاعه سخيف ورخم. يعني احنا هنسيب البيض كده شويه على ما يتعمل، واقعد بقى اجيب نوت واقعد اكتب الحاجات اللي انا عايزه اصورها او اشتغلها، لان انا بقالي فتره طويله مانتخه كده ما بشتغلش. والنهارده منى هتاخر شويه عشان هي رايحه تقدم لبنتها في المدرسه، فهي هتيجي على بعد الظهر تقريبا يعني، فالحق اخلص شغلي قبل ما منى تيجي وتشغل المكنسه، لان موضوع المكنسه ده بياخد حقبه من وقتنا، فما بعرفش اشتغل خالص. مين بيبعت على الصبح؟ اوكي لا، دي الحضانه بتاعه ديدي، بعتلي ديدي وهي بتفطر. استنى اوريكم الصوره، بص بيبعتولي دايما ابديت هي بتعمل ايه، وسبيشال اما هي بتاكل بايديها، لان هم علموها ان هي تاكل بايديها، فدايما التيتشر بتاعتها بتبعت لي ابديت كده ان هي لا بصي هي بتاكل اهي وبتشرب اللبن. فببقى مبسوطه قوي. برده من كام يوم صوروها لي وهي بتاكل شعريه باللبن، عشان انا ما كنتش اعرف ان هي بتاكل شعريه باللبن، صوروها لي. وبرده في يوم تاني صوروها لي وهي بتاكل رز وخضار، عشان انا دايما بقول لهم ان هي بيكي قوي في موضوع الاكل، فقالوا لي لا هي بتدلع عليكي، هي دي بتاكل معانا احنا. فده حوار في حد ذاته، اللي هو يعني لازم تاكل في البيت لازم. فبيجي الويك اند بقى بجد بتطلع عينيا في موضوع الاكل ده. قلت الفطار واخش بقى اتفرج على التلفزيون جوه، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها قوي، ان انا اكل فاكهه مع الفطار، ان كان بقى بطيخ، ان كان كانتالوب، ان كان شهد، ان كان اي حاجه. بحب قوي الحاجات الوتري دي مع الفطار. عملت بقى جبنه رومي، جبنه بيضه، بيضتين،
وهنا جبنا قريش بالشطة، مع ان كوكي منعاني من موضوع الشطة ده، قالت لي بلاش شطة عشان الحبوب، بس انا ما بتعلمش، فيا اللي خليني افطر وبعد كده نيجي نعمل قهوة مع بعض. اوكي حبايبي خلاص فطرت، نعمل بقى القهوة. محتاجين بس نلم شوية الحاجات اللي على الرخامة دول، مش عارفة ليه مصدعة بس ده طبيعي يعني عشان مشربتش لسه قهوة، بس الصداع واكل دماغي. كان بقالي فترة طويلة قوي كل ما باجي اشرب قهوة واعمل كابتشينو كده بطني تمغص بشكل مش طبيعي، مغص بطريقة مش طبيعية. المهم ايه، كنت قاعدة بتكلم مع البنات على الانستجرام الصراحة وبقول لهم بقيت بطني بتوجعني جدا كل ما بشرب لبن او اعمل كابتشينو، وفعلا موضوع ريليتد باللبن اكتر. فكذا بنت لقيتها بتقول لي دعاء ميبي يكون عندك حسيت لاكتوز او تقريبا حسيت قلبان حاجة كده يعني، فحاولي تغيري اللبن، يعني مش عارفة تشربي لبن لوز ولا مش عارفة ايه، او مش عارفة تحطي ايه تاني. المهم يعني فقلت خلاص انا كده كده يعني مش عايزة من القهوة غير الكافيين، فهشرب بعد كده السبريسو بس ومش هحط فيه اي لبن يعني. وان كيس حطيت او كنت برا عايزة اشرب هشرب فلات وايت تكون اللبن فيها قليل جدا يعني. وفعلا يا جماعة من ساعة ما بطلت ان انا احط لبن مع القهوة وموضوع المغص اللي بعد القهوة ده انتهى تماما، ما جاش في بالي خالص ان ممكن اكون عندي حساسية قلبين. بس هي الفكرة كلها ان الواحد بيحب ما يبقى فيه مشروب مثلا يشربه يقعد يطول فيه حبة، عارفين كده، فبقى الاسبريسو بقين وخلاص بيخلص، بقى عايز اكمل شرب كده وبتاع، فدي الازمة الوحيدة عندي، يعني ببقى عايز كوباية واقعد اشرب فيها شوية والاسبريسو هما بقين وبيخلصوا بسرعة. بس اتس اوكي، انا عايزه بس افوق مش اكتر من كده. فهنعمل دلوقتي اسبريسو. اوكي بس عملنا كده القهوه، ريحتها تجنن. طبعا دي مش هنحتاج ان احنا نحط معلقه زي ما انا بحط معلقه سكر، فهنحط نص معلقه. ودي حاجه حلوه، انا ملاحظه ان السكر معايا خف قوي، انا كنت زمان بحط 3 معالق سكر، دلوقتي بحط معلقه مع كوبايه كبيره ونص معلقه مع كوبايه صغيره وبس. ويلا ابقوا تعالوا بقى ايه اما اجي ابدا اشتغل، لاني هقعد دلوقتي بقى مع القهوه نعمل افكار او نحط الجدول اللي هنمشي عليه طول الاسبوع يعني. وبس كده حبايبي، هلو، مرة اخرى من العربية. النهاردة الحد، ميعاد التمرين بتاع فهد، والصراحة هو ميعاده سخيف لان بنبقى لسه يعني مخلصين الغدا وبقى عايزة اقعد بقى فاهمين انتخ يعني. دايما الساعة دي بطلع فيها لايف على الانستجرام، مش عارفة النهاردة الصراحة هطلع لايف ولا لا، لسه مش عارفة. خلينا ننطلق على التمرين. انت شاطر قوي. كيف عاجبين ايس كريم؟ اكيد، مش احنا كل مره بنجيب ايس كريم؟ اوكي، عايزه اجيب من استاجد. نجيب من استاجد، ماشي. قشطه قشطه. انت ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. تاكل ايس كريم؟ انا كمان بحبك قوي. اوكي، عينك دي؟ ايوه. حواجبك دي؟ ايوه. شعرك ده؟ ايوه. قعدت فهدي يجيب لي دي ايس كريم، شايفينه؟ اديته فلوس عشان هو اللي يشتري لها. في العادي انا اللي بنزل بسيبه في العربيه، بس قلت خليه هو يروح يحاسب ويدفع وكده. Ha ha!
شكله عسل قوي. بيقول لي ايه هو نازل، انت اقعدي هنا مكاني وانا هنزل اجيب. بعد كل تمرين باكله ايس كريم، يقول لي باي. بعد كل تمرين باكله ايس كريم وبنجيب لاخته واحنا مروحين، فبعته يجيب لها. يروح بس بيجيب مع الراجل. طعم ايه؟ فانيليا. بس كده يا حلوين الفلوج خلص، يا رب الفلوج يكون عجبكم. وعامله لكم فلوج طويل اهو معدي النص ساعه، عشان ما تقولوليش انت بتعملي فلوجات صغيره. وعملت لكم فلوج طويل محترم كده يصبركم على ما نيجي نحضر مع بعض الشنطه بتاعت المصيف، عشان خلاص بقى انا بتاني مش قادره اوريكم وشي تاني غير في فلوج للمصيف بقى خلاص. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه والقناه التانيه بتاعت الميك اب، واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. باي باي.